المفاجأة عطر لوزيان اللي صار العطر المفضل حق وايد بنات وشباب لأنه هو يونيسكس راح ينزل اليوم البوتيك. ما شاء الله الناس قاموا يشترون 2 و3 و4 عشان يدرون انه ما يضل. فراح اقول لكم مكوناته حق اللي ما يعرف مكوناته. اول ما ترشونه راح تشمون حمضيات زهر البرتقال، مرمية عطرية، لما يبرد شوي الباتشولي راح يطلع. اخر شيء راح تحسون شنكم متبخرين لان في بخور، في لذر، في مسك، في عود، في لبن. تخيلوا شنو الريحة، ريحته صدق يعني شيء وايد فخم. ريحته حق مناسبات، زيادة عليه لما تبخرون الريحة تصير خيال. اليوم الساعة 8 راح ينزل في البوتيك بكمية محدودة جدا، يعني ما خلصت كل الكمية. اللي جربوا العطر بنات وشباب دزولي رايكم وتقييمكم حق العطر.